بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرنامج كيني ها قرب السنك قرآنك القواعد القرآنية وحلقة ديني لحاد وحين حلقة دول الساقد دونينا آيات سورة فاضل كترتا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا وسورة فاطر وأقسموا وحي كدارتين بالله إلهي جهد أيمانهم قار ميش أدن بس كدارتين ما هي كدارتين لئن جاءهم نذير هدي وإمادو ديجي حق ربي ليكونن وحي أهان أهدى من إحدى الأمم أمدها كلامك الله إيغو كوا أهنوسن إيغا كدارتي دارتي أدرنين فلما جاءهم نذير مركو إمد ديجي أو أه نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم إلا نفورا كمي كررسن عرر يا عيمد يا فرح هي قادان موياني ورقي لها هدو نو إما دو نذير ديجي وحن نقرينا كوا وهنوسن ومدي هرنا كهنون بدنبا إلهي سبحانه وتعالى وحو اللي يوحوري سببت أرن كاوس ما يوام حي استكبارا في الأرض قلك أول إسكو كبريو ومكر السيء ومكر السيء إيو حما نجار حمدي أما شرقال حمانتي الله سبحانه وتعالى وقاعدنا ربنا كهذا ولا يحيق المكر السيء مربابي أما كمه بسدو نجارتا أما شرقال كحوني إلا بأهل إلكي سموياني عدة سميسي شرقال كأمبو شرقال كاسي كوه بسدا إلهي سبحانه وتعالى فهل ينظرون موحي سوغيان إلا سنة الأولين جدك هي طريق كوي هره وحان هين فلن تجد هري ميسد لسنة الله جدك إلهي تبديلا أولا بدلي سنة هي قانون باجرة عددان كامرتا عددان طاهاتو قبانايا ولن تجد هري ميسدنا لسنة الله تحويلا سنة هي الطريق إلهي عد الليحن إيسا لمن بدلي كرو لمن الليحن كرو سنة إلهي سبحانه وتعالى مركا ولا يحيق المكر سيء إلا بأهله ولا يحيق ولا ينزل كدق مايو أو كهبسن مايو المكر سيء مكر يحويان وشرقال وقفك ربع إنو أرن حق الدم بس يروحوس وقصو سمايو أيارا مكر خداع كيد عربي قوي فربانت لكس المكر وحويا وشي أدربتو إن أدول لغو أغين سي خوصا دو سميسو أدول أجيدة إيتان طلعتنا يتهاي إن أدقف كاكا لوحدي باعتاكو سميسو وقانو إلهي سبحانه وتعالى دي. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وحكى الله معنا آيات القرآن كي يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم دادو قوقين يحمانتين نفتي نمبيك الصون قنسا فمن نكس فإنما ينكث على نفسه قفك جبية بلان وألا لقالي إساق أمبا نفتي سو جبية مركا وحويا وحطف سمانسا سيدة وحطف لبعطينيسا ونفتا
qaahunkaas marka aynan qaadanno aynu iska ilaalino inaan ku dhacno dhibaatadaasi ay leedahay qof aan waxba inoo geysan, cid aan waxba inoo geysan, inaanu shirqool iyo ka shaqayno hagardaamadeeda. ilaahay subxaanahu wa tacaalaa qur-aankiisa wuxuu nooga sheekeeyaa yaa sameeya shirqooladan iyo dadka in la dhibaateeyo. waxa sameeya waa gaal iyo ciddii la halmaasha. rusushii cadowgooda waa gaalo, rusushii cadowgooda iyo cid kastoo taageertaa samaysa. ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu leeyahay markuu ka hadlayay dhibka ay sameeyaan, waqad makara aladiina min qablihim, hore ayay kuwii ka horreeyey shirqoolkaasi dhibka u gaadeen. falilaahi almakru jamiicaa, ilaahay baa subxaanahu wa tacaalaa in cid la qabto oo shirqo shirqoolo oo arrinkaasi lagu qabto, ilaa dhib bay wadaane uu allah subxaanahu wa tacaalaa iskale. yaclamu maa taksibu, waxa ay og yihiin oo uu alla subxaana wa tacaala ogyahay waxay kasbanayso. kullu nafsin, naf kastaaba. wasayaclamu lkufaaru, gaaladuna waxay ogaan doontaa. liman cuqba daar, cidhibta daartu cidday u ahaan doonta. shirqool ciddii samaysa, ciddii rabta inay cid kale xumaan u geysato, allah subxaana wa tacaala ka sarreeya. falilaahi lmakru jamiica, ilaahay baa subxaana wa tacaala ciddu doona qabta, ciddu doona wuxuu doona ka yeela. deedna ilaahay subxaanahu wa tacaalaa isagoo tilmaamaya wuxuu uhi waqad makaruu makrahum, waa ay fuliyeen dhagartoodii iyo shirqoolkoodii qoladii gaalada ahayd. wa cinda allaahi makrahum, alle agtiisana waxa u yaallay qabashadiisa iyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantiisa gacan bira ku qabto. wa in kaana makrahum, wuxuuba ahaa ama haddii uu ahaa shirqoolkoodu litazuula minhu aljibaal, xanuunka iyo dhib darteed buurahaaba la suuli ayaa dhaqaaqi gaadhayba. yacni waa dhibta ay leeyihiin shirqoolkay wadaan. allah subxaanahu wa tacaala u qorayaa weynaanta iyo inta uu leeyahay shirqoolkaas. haddaba nebiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam way isku dayeen gaal inay shirqoosho. nebi ciise calayhi salaam way isku dayeen oo inay shirqoolaan. mu'minkii aala fircoon way isku dayeen, sidoo kale nebi yuusuf calayhi salaam walaaladii way isku dayeen. aan ku horay nebi yuusuf calayhi salaam walaaladii, wamaa kunta ladayhim id ajmacuu amrahum wahum yamkuruun, ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo qisada uga sheekay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi wamaa kunta ladayhim, agtooda maad ahayn oo lamaad joogin nebi maxamedu sala allahu calayhi wasalam, id ajmacuu amrahum, markay kulmeen ee ay goosteen aan maxay sameeyaan, id ajmacuu amrahum wahum yamkuruun, iyaga oo raba inay shirqoolaan yuusuf lamaad joogin. marka ilaahay subxaana wa tacaala waa ogaayo intay yidhahdeen aan la soo ciyaarno qisadii nebi yuusuf aan ka dheersannahay, aabba noo ogolow aan la soo ciyaarno, deedna godka ku rideen, shaarkii beentaa keeneen, la iibsaday nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam. ilaa waxaynu qur-aanka ku aayadda ku haynaa qaacidada ah walaa yaxiiqu lmakru sayiu ilaa biahli, raggii shirqoolay waxay u yimaadeen isaga oo boqora. maxay ku yihahdeen yaa ayuha alcasiisu massanaa wa ahlana dur, boqorow annaga iyo ehelkayagii dhib baana taabtay. nebi yuusuf calayhi salaam kii ku lahaa ma ogtihiin waxaad ku samayseen yuusuf iyo walaalkii xilli aad jaahil haadeen? maxay yihahdeen qaaluu ainnaka la yuusuf, qaala ana yuusufu wahaada akhii qad manna allaahu calayna innahu man yattaqi wayasbir fa ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin. cidda ilaahay subxaanahu wa tacaala isku dhiibta ka shirqoolay wuu hoos iman doonaa waa nebi yuusuf walaaladii, haba toobad keenaane. nebi ciise calayhi salaam waxay isku dayeen inay daldalaan, ilaahay bana subxaanahu wa tacaalaa ka kor qaaday. ciise calayhi salaam oo alla subxaanahu wa tacaalaa waa ka qur-aankiisa kule wamakaruu wamakara allaah wallaahu khayru lmaakiriin, way isku dayeen inay shirqoolaan oy nebi ciise dilaan, ilaahay baase subxaanahu wa tacaalaa tiisi ay noqotayo allah subxaanahu wa tacaala kor uga qaaday. waa nebi ciise calayhi salaam.
نبي محمد صلى الله عليه وسلم إساقنا مركي ربان إني الدلان أي إسكسو أروريين قريش إنما ذي أردن قبيل كستلها واكي الله سبحانه وتعالى بدبادي واكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم صباحي وآخري آياتي وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأقشيناهم فهم لا يبصرون نبي محمد سيدي بوك بدبادي علي بن أبي الدارب كحق السيحدي نبي محمد نوك بدبادي سورة غافر وحرضا علماء وسورة مؤمن آل فرعون مؤمن كاسال أيال هذا وسورة مؤمن آل فرعون ومؤمن إله سبحانه وتعالى رميي فرعون تلقيها كان سور جسدي مؤمن كاسي ضد بولق علي فرعون يتلقي حسات القرآن كل حسو أروريا سيقاد مدمن كالأخرين سقرآن كا إني فور كفول سكور جوغان او اي سؤال شيء جوابتا اي سبحان الى ساعته الهي سبحانه وتعالى سياقا سياقاب كاسين نو كيري واقي كلها تلكي مركي او ان بدن واني اي او كور وا ادون كان اون بادم كسبان سان يا اخر ادك قبانيا تلكي وحن ان كديغيا ان تدي احساب يقولوا ان نوح عد نقطان هاتوك آخر كي وحي اسكود ديين إن الدلان وحي للدعو مركا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري أمر كيغا أو دن وحنو ديبت إلى الله دن كإلهي إن الله بصير بالعباد إلهي واك أجيدا أرك يا دو مجيسا ألم حوري فوقاه الله سيئات ما مكروا الله وحو كبد بادية حمانتي أي اسكود ديين إنه كشر قولان وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها قدوا وعشية ري آل فرعون وحاكوها بسدي عذابتي وطرنيد شر قول كيسكود ديين إلهي سبحانه وتعالى وكبد بادية مركا وحو رنجر جعفر الصادق رضي الله عنه حورن جري نينك وحا لا يابا هيست افر مخو افر وغا عفسودا وحا كميدها افرتي قفك كعفسودا شرقول يا وا لاغو اختياري اما شرقول با لاغو سمين اما وا لاغو خيامي اي غارنايا ايتاني مخو ايتن واخري واي وا افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد امر كايغا وحا وديبت الهي الهينا اسغا اوجيدو اركيا الضومر هدبا يلا سبحانه وتعالى شرقولا إذا وحيابها فرها بدن لسيدير وقهر تيكرنا إلا أن أمدي إلهي سبحانه وتعالى قال كي باريس كرنا في مسلم كبا ولالكي ربينو إنو شرقولا إلهي سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حكولا واصبر وما صبرك إلا بالله صبر صبر كاغنا إله يبا سبحانه وتعالى دنكي سيهاي ولا تحسن عليهم هنك ورور ولا تكن هنقن في ضيق عريري إبيان كاهل مما يمكرون وحا أيكو نقريان أما أي شرقول كأيكو ودان إن الله إلهي مع الذين اتقوا وحا أولجرا كوا كأول صدأي كبقى والذين هم محسنون يكو وناقة له وناقة سنة سمية مركا قفكو إنو سوجيدو أو آن لشرقولي وإنو يشو إنو يهي قف إن دار قرد قف دارين كو سوجيدو نقتوا صحو عمر بن خطاب رضي الله عنه حونتي لستو خبئن ولا الخبء يخطعني ما إهيبون تيري طقن بريدة أو دوهن كدوهن أي بريد كمن عسكونا إما تكر إما خيام كرو ومع ذلك وخيامين أو محي عمر بن الخطاب أبو لؤلؤ المجوس واكيد لي شرقول كامر كا قال كاسي يعداسي أن إيمان لهين أي وضو شرقول داسي ويكود دعي هسا تادي قو سوجيدة أو قف كاسي هي قف كاشانتي هكود دعو
taasi qadarka ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma baajin karno ilaahay marka subxaanahu wa ta'aala walaa yaxiiqu lmakru sayyu ilaa biahli kuma habsado marka kelmadda almakr waxaa loo idaafeeya ama loo tiriyaa asayi xumaan oo makrigaasi culimmada qaar waxay leeyihiin kelmadda xaaqa waxaa ku habsaday xumaan bay ka hadashaayo wanaag xaaqa bikhayrin khayr baa ku habsaday la odhan maayo ee xumaan inay ku habsanaysa badanka ay sheegaan culimmadu walaa yaxiiqu lmakru sayyu ilaa biahli kuma habsado dhagarta xuni dadkiisa mooyaane oo ciddii samaysay unbay ku dhacdaayo dee ilaahay subxaanahu watacaala isagaa caadila markay shurqool iyo khiyaamo sameeyaane ummad rabaan inay baabiyaan ilaahay subxaanahu watacaala ha qabto maanta imisaynu adduunkan joogno garanaynaa inta dad layskugu tegey ee la rabay in cagta la mariyo maantana noo ummado fara badan baa jira maanta laysku dayay in la xasuuqo la tirtiro aan mid laga reebin haddana maanta jira oo nool oo sharaf iyo cisi ku nool cabdiraxmaan addaakhil andulus markuu ka samaystay dowladdiisii cabdiraxmaan addaakhil saqaru quraysh taariikhiisa dib ugu noqo reer bani umaya markii gacanta la mariyey ee waxba laga soo reebay ee waxba laga soo reebay bani cabaas ay burburiyeen waa kii baxsaday andulus buu tagay waa kii dee aan ognahay taariikhda cabdiraxmaan addaakhil haddaba waxay dhahdaan carabtuna man xafara liakhiihi jubban qofka walaalkii qod u qoda waqaca fiihi mukabban wuxuu ku dhacay isagu afoora soomaaliduna waata tidhaahda buuraan hadimo ha qodin haddaad qodana ha dheerayn ku dhici doontaa mooyaane bini aadamka markuu khayaamo iyo shurqool sameeyo isagana way ku maqan tahay ilaahayna subxaanahu watacaala qur-aankiisa waa kaa inoogu sheegaya walaa yaxiiqu lmakru sayyu ilaa biahli xumaantaasi dadka khiyaamadaasi iyo shirqoolka sameeya cid aan iyaga ahayn kuma dhacdo haddaba saa darteed booraanta hadimaha qodin walaalkaa ku maqnaan dadkaaga ku maqnaan muslima ku maqnaane shaqadaadu waxa weeyaan inaad naftaada la dhisto gaalna aad ku maqnaato hase ahatee shehaanad shaqadaadu noqon qof shaqo idin ka dhaxayso xaasidnimo iyo khiyaamo inaad isagii aad rabto inaad sharaftiisa ka dhowqayso cid aad walaalatihiin ama iskuul wada joogtaan ama ganacsi wada leedihiin ama hawl wada leedihiin oo muslimo salaad wada tukataan ha isku day inaad khiyaanto khiyaanadu dhibkeeda iyo cidhibteedu aada bay u xun tahay qofka sameeyana isaga ayay ku tahay dhibaato marka ilaahay subxaanahu watacaala hayna fahansiiya qur-aankiisa hana inaga ilaaliyo xaasidnimada iyo xoqdiga alla subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa inuu inaga dhigo kuwa qalbigoodu saafi yahay fahmana walaa yaxiiqu lmakru sayyu ilaa biahli waa inoo xalqada dambe iyo qawaacid lqur'aan qormasin qur-aanka wa sala allahuma calaa sayidina muxamed wa calaa aalihi wa saxbihi wasalim